تؤكد وزارة خارجية مملكة البحرين أنها قامت بتكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية عشر بحارا من قبل السلطات في قطر، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية بما يحمي البحارة الموقوفين ويحفظ حقوقهم خاصة بعد تكرار هذه الممارسات من قبل سلطات قطر، وتوضح وزارة الخارجية أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدوليه المتعلقه بالسلامه البحريه وضروره الالتزام بالاجراءات القانونيه المقرره في هذا الشان وانها ستواصل متابعتها واجراءاتها بما يضمن الافراج عن البحاره الموقوفين وسفن الصيد باسرع وقت ممكن